بعد ربيع مغبر يكتوي العراقيون بصيف لهب تصل درجات الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية. إلى نهر دجلة يفر هؤلاء الشبان لترطيب أجسادهم خلال أيام القيض الشديد مع تراجع إمدادات الطاقة. احنا جايين هنا جايين نسبح، كهرباء ماكو، الدنيا حارة، يعني شوية هنا نجي نبرد راحتنا. الوقوف أمام مروحة لرش المياه من بين الوسائل التي يتغلب بها العراقيون على درجات الحرارة الجهنمية. يعني حر طبيعي، مش هيكون شيء حر عندنا. يعني أول شيء هو سبب الجفاف هذا البلد، يعني سبب أنه أكثر الأراضي الزراعية الخضراء كلها كانت مجمعات سكنية. ولم تسلم الأعمال التجارية من الفصل الحار، فأغلب تلك النشاطات شهدت تراجعاً مع تراجع الكهرباء. درجة الحرارة عندنا هنا بالنسبة للقمر حال جاي يتأذى، لأن الحر اللي عندنا ما صاير، وبالإضافة كهرباء ماكو. المولدات الأهلية أصبحت هي الأخرى تفقد قدرتها على الصمود أمام درجات الحرارة العالية. بارتفاع درجة الحرارة من توصل درجة الحرارة 40 49 و50 انت راح تضطر، يعني حتى الأسلاك الكهربائية هذا النحاس يفقد قدرته، توصل الفولتير المواطن أقل من 220. ويعول العراق على اتفاقية الربط الكهربائي مع دول الخليج لمواجهة أزمته المزمنة منذ عقود، فضلا عن سعيه إلى إنشاء محطات الطاقة المتجددة.